بسم الله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الأربعاء الموافق 21/10/2020 تم تحميل عدد 9 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على المحافظات الآتية: أسوان 3 طن، مرسى مطروح 3 طن، دمياط 3 طن، وذلك لتسليمها للسادة وكلاء الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.